ربيب هي أم حاضنة تقبل الكل، وقبل أن تحضن الزائر تفتح للزائر قلبها. خلينا نقف هنا. وبغداد بصورة عامة الشيء اللي تفتخر به هي الثقافة والقداسة. كلمة القداسة نستحي بها اليوم. القداسة تعني إنسان يكون متنسك لله تعالى، والقديس أي إنسان كان في العالم، بالعائلة، في البيت، بالوظيفة، لما يكون مقدس تكون حياته منتجة مثمرة. فهذه المغارة البسيطة كان يعيش فيها رهبان أقلاء. كانوا يعيشون بهذه المغارة؟ كانوا يعيشون بهذه المغارة. فهنا لو تقدر الكاميرا تدخل، احنا نتذكر لما كنا صغار كنا نفوت هون، وما يعني كان مثل غرفة صغيرة. حاليا عدم الاعتناء وسقوطه للحجار فتقريبا انترست. هي كان يعيش هون الدير، هون كان الحياة الراهبية، أن يعيش بالفقر بالتواضع. طيب قد عمره هذا الدير أبونا، وقد له أهمية بالديانة المسيحية في قرقوش بغداد؟ فهالدير على بساطته يعني أول ذكر له مكتوب سنة 1629 ميلادية. هالدير كان رهبان دير مار بهنام خضر الياس، يمكن شفتموه، كان دير مركزي. والدير المركزي الذي وفيه جبل ألفاف، جبل مقلوب، هذا أيضا كان دير مهم، وكان أيضا يعني سلطته الفكرية وسلطته الكنيسية كانت تمتد إلى هالجهات. وبعدين عندنا دير يسمونه مقرتايا يوحنا الديلمي، هوني على بعد 3 كيلومترات عن قرقوش الشمال بغداد. فهذا الدير كان محل الاختلاء، كان ينزوي الرهب، ما كان به حياة يعني كثرة. لأن كلمة الدير، كلمة دير من تجي من فعال دار، يدور شيء دائرة. ترى في بغداد يسموها المدينة المدورة. فالدير يساوي بناء. حلو أبونا، اليوم أريدك تحكي لي بتفاصيل دقيقة عن أديرة واستقبالها للمناسبات، وبالتحديد أعياد الميلاد. هذا الدير راح تكون به طقوس